بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب آخر من أبواب كتاب الكافي الشريف عنوانه باب الإشارة والنص على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهما. النص هو التصريح، والإشارة هي التلميح. في هذا الباب ذكر الكليني رضوان الله تعالى عليه بعض الروايات الدالة على إمامة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إما بالصراحة أو بالإشارة. الحديث الأول عن أبي الصباح الكناني قال: نظر أبو جعفر عليه السلام إلى أبي عبد الله يمشي فقال: ترى هذا هذا من الذين قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه الآية في سورة القصص. وشأن نزولها في بني اسرائيل، ولكن شأن النزول لا يحدد مفهوم الآيات، أحيانا الآية عامة ولها مصادق متعددة ولكنها نزلت في قضيه وقعت في مصداق من مصاديق تلك الايه لان القران الكريم كما مر سابقا نزوله كان مرتين مره نزول دفعي في شهر رمضان من السنه الاولى من البعثه حيث ان رسول الله صلى الله عليه واله بعث في شهر رجب، وفي نفس السنه في شهر رمضان الله سبحانه وتعالى انزل القران عليه دفعه، لكن امره بان لا يقرا هذه الايات التي نزلت عليه في المره الاولى الا بعد ان تنزل عليه في المره الثانيه، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه كما في سورة القيامة والآيات عادة لا تنحصر في شأن النزول وإنما لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه الآيات ذا تأثير أكبر على المسلمين كلما حدثت قضية أنزل الله سبحانه وتعالى بعض تلك الآيات، فخصوصية المورد لا تخصص الوارد، طبعا هذا عادة، وإلا هناك آيات نزلت في أشخاص خاصين لا تتعداهم، كآية التطهير مثلا، وآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه نزلت في الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام حصرا لا يشاركهم فيها احد، لكن غالب الايات عامه ولو نزولها في قضيه خاصه. من جملتها مجموعه من الايات نزلت في قضايا بني اسرائيل، لكن الله سبحانه وتعالى لم ينزل القران لمجرد القصه وانما القصص للاعتبار لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولذلك كثير من الآيات التي شأن نزولها في قضايا بني إسرائيل هذه تشمل الأمة الإسلامية أيضا من جملة هذه الآية إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فشان النزول في قصه بني اسرائيل لكن مفهوم الايه عام. يشمل المستضعفين من هذه الامه ايضا وهناك روايات متعدده لبيان ان الذين استضعفوا في هذه الامه هم الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام واتباعهم الله سبحانه وتعالى يريد ان يمن عليهم لان الناس استضعفوهم يعني شنو استضعفوهم؟ يعني غصبوا حقوقهم وظلموهم ولم يمتثل امر رسول الله صلى الله عليه واله فيهم كما قال هارون عليه السلام: ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام استشهد بهذه الآيه في يوم السقيفه. إن القوم استضعفوني وكادوا أن يقتلونني. الله سبحانه وتعالى يقول صحيح أن الناس خالفوا أمر الله ولم يمتثلوا أمره واستضعفوا الأئمة وأتباعهم لكن الله سبحانه وتعالى يريد بإرادة تكوينية أن يمن عليهم بأن يجعلهم أئمة وأن يجعلهم الوارثين. الناس استضعفوهم لكن الله سبحانه وتعالى جعلهم أئمة. مثل ابراهيم عليه السلام نمرود والكفار استضعفوا ابراهيم وألقوه في النار وأرادوا أن يحرقوه لكن الله سبحانه وتعالى جعله إمامًا. مع أنه كان واحد، إن إبراهيم كان أمةً. الله سبحانه وتعالى جعله إمامًا بعد أن اختبره باختبارات، من جملة تلك الاختبارات إلقائه في النار، ومن جملة تلك الاختبارات وأعظمها أمره، أمره بذبح ولده إسماعيل عليه السلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه, ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، لأن المناصب الإلهية لا ترتبط بفعل الناس، هسه هذا الشخص الذي الله سبحانه وتعالى جعله نبيا، أو جعله إماما، الناس يستضعفونه، الناس يقتلونه، هذا لا يؤثر ولا يخل بالمنصب الالهي الذي الله سبحانه وتعالى جعله له ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين يعني يرثون هذه الارض في الدنيا ويرثون الجنه في الاخره لذا نجد ان بني اسرائيل الاقليه المستضعفه حينما خرجوا من مصر الله سبحانه وتعالى جعلهم في زمان داود وسليمان الوارثين لمصر فمصر خضعت لحكم الأنبياء من بني إسرائيل داود وسليمان وأيضا الله سبحانه وتعالى جعلهم الوارثين للأرض المقدسة هكذا بالنسبة إلى الأئمة من أهل البيت وأتباعهم الأئمة من أهل البيت وأتباعهم الله سبحانه وتعالى جعل الأئمة أئمة وجعلهم وأتباعهم الوارثين متى؟ في ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أحياء في ذلك الوقت يرثون الأرض والأموات يرجع منهم إلى الدنيا من شاء الله سبحانه وتعالى يحييهم بقدرته. في هذا الحديث الشريف الامام الباقر نظر الى الامام الصادق وقال هذا من الذين قال الله عز وجل فيهم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الامام الصادق اماما. هذه في اشاره على امامته. الحديث الاخر عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام، قال: لما حضرت ابي عليه السلام الوفاه قال يا جعفر اوصيك باصحابي خيرا قلت جعلت فداك والله لادعنهم والرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحدا. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على إمامة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن الإمام الباقر أوصى إليه وأوصاه بأصحابه، وقد مر فيما مضى أن من علائم الإمامة وصية الإمام السابق. او وصيه النبي صلى الله عليه واله. النبي جعل عليا عليه السلام وصيا له. وامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام جعل الحسن وصيا له، والحسن عليه السلام جعل الحسين وصيا له، وهكذا. في هذا الحديث الامام الباقر جعل وصيه هو الامام الصادق فاوصاه باصحابه. لان الامام الباقر كان له اصحاب كثيرون حملت العلم في ذلك العصر كان اواخر عصر بني اميه ولان بني اميه انشغلوا بالدنيا كثيرا وكان ايضا بدايه نزاعهم مع بني العباس انشغلوا بالنزاع مع بني العباس فال إمام الباقر عليه الصلاة والسلام انتهز الفرصة فنشر العلم نشرة فبنو أمية كانوا مشغولين عنه في صراعاتهم السياسية ودنياهم تمكن الإمام الباقر من نشر العلم فلذا كان له أصحاب يتعلمون منه هؤلاء الأصحاب كانوا يحتاجون إلى عناية فلذلك أوصى الإمام الباقر الإمام الصادق بهم، والإمام عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق وعد بأن يعتني بهم، بحيث أنه حتى إذا واحد كان في مدينة أخرى، ولم يكن في المدينة المنورة، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وعد بأن يعمل ويصنع صنيعا بحيث انه اي واحد من اصحاب الامام الباقر لا يسال احدا لا في الاحكام الشرعيه ولا في القضايا الماديه، يعني الامام الصادق يرعاهم ماديا ومعنويا، فهذا الحديث اشاره الى امامته لان الوصيه كانت له. الحديث الاخر عن سدير أو سدير الصيرفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبه خلقه وخلقه وشمائله، وإني لأعرف من ابني هذا شبه خلقي وخلقي وشمائلي، يعني أبا عبد الله عليه السلام. الحديث بيان لمطلب عام لكن فيه اشاره الى امامه الامام الصادق. الانسان تارة له ابن، هذا الابن يختلف مع ابيه في شكله، في اخلاقه، في خلقه. فهذا يثير متاعب للأب لكن أحيانا الإبن يشبه الأب في خلقه وفي شمائله وفي أخلاقه هكذا ابن يسعد الأب فإذا واحد مثلا عند ابن هو الإنسان عالم خلوق ابنه جاهل سيء الاخلاق هذا يثير متاعب للاب، احيانا الابن لا يشبه اباه من حيث الشكل هذا قد يثير بعض الاستفهامات لدى ضعاف النفوس وضعاف العقول، لكن اذا الابن يشبه اباه في الشكل يشبه أباه في الخلق ويشبه أباه في خلقه من الطينة أو من النور الذي خلق منه الأب فهنا السعادة تامة أحيانا نحن نشوف مثلا ابن يعني كأنه تصوير من أبيه يشبه شبه كامل فلذا يقولون هذا يشبه أبوه مثلا هذا من الامور التي تورث سعاده الاب احيانا نشوف ابن على نفس اخلاق الاب على نفس اسلوب الاب الاب ايضا يفرح بهذا الابن اذا كان الابن خلق من الطينه التي خلق منها الاب او خلق من النور الذي خلق منه الاب فهذا سعاده الاب تكون سعاده كامله ان من سعاده الرجل ان يكون له الولد يعرف فيه شبه خلقه وخلقه وشمائله الخلق يعني الصوره الباطنيه لان الانسان عنده صوره ظاهريه المحيه قسمات الوجه مثلا وعنده صوره باطنيه، الصوره الباطنيه هي الخلق وجمعها اخلاق. زين، الصوره الظاهريه يعبر عنها بالشمائل. الصوره الباطنيه يعبر عنها بالخلق. وهذا الابن يشبه يمكن ابوه، لكن الطينه قد تختلف. الاب من طينه عليين. والابن من طينة سجين مثل نوح وابنه. نوح نبي من انبياء الله خلق من طينة عليين، لكن ابنه كان كافرا حتى ان الله سبحانه وتعالى خاطب نوحا عليه السلام وقال: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فالابن كان من طينة سجين. تارة الأب الله سبحانه وتعالى خلقه من طين أعلى من طينة عليين من نور عظمته لكن الابن خلق من طينة عليين مثل نشوف الأنبياء لهم أولاد صالحون الأئمة لهم أولاد صالحون الإمام خلق من نور عظمة الله لكن الابن لم يخلق من ذلك النور خلق من طينة عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين هذا يورث السعادة لكن إذا الأب خلق من نور عظمة الله كان نبيا أو إماما والابن أيضا خلق من ذلك النور يعني الابن أيضا نبي أو إمام فهذه السعادة تكون كاملة يحيى وزكريا سليمان وداود وهكذا بالنسبة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الإمام الباقر خلق من نور عظمة الله. يعني الله خلق نوراً بعظمته، نسب ذلك النور إلى نفسه فجعله مادة لخلق أرواح الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فخلق من ذلك النور روح الإمام الباقر وخلق منه روح الإمام الصادق. فهذا من السعادة التامة والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول وإني لا أعرف من ابني هذا شبه خلقي وخلقي وشمائلي ابني هذا أشار من كان ذاك يعني أبا عبد الله عليه السلام اللي هو الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الحديث الرابع والخامس والسادس هذا الحديث عن طاهر وكان خادما عند الامام الصادق والامام الباقر يقول: كنت عند ابي جعفر عليه السلام فاقبل جعفر عليه السلام فقال ابو جعفر هذا خير البريه. الله سبحانه وتعالى في سوره البينه الايه السابعه الايه السابعه يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه هذه الايه نزلت في امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه ولكن امير المؤمنين علي مصداق لهذه الآية ومصاديق أخرى لهذه الآية هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام وشيعتهم إذا واحد في زمان يكون أفضل الناس فهو الإمام لماذا؟ لأنه لا يجوز إمامة المفضول على الفاضل لا عقلًا لا شرعًا، الله سبحانه وتعالى حكيم والحكيم لا يعمل عملا قبيحًا، إذا واحد هو أفضل الناس الله سبحانه وتعالى لا يجعله نبيًا، ويجعل غيره المفضول نبيًا عليه، هذا قبيح، أنت الآن تدخل في جامعة تشوف رئيس الجامعة حامل شهاده عليا والى مقومات اداريه هو افضل من الطلبه لكن اذا شفنا واحد امي رئيس الجامعه وهو رئيس على الدكاتره وعلى المهندسين نرى ان هذا العمل عمل قبيح اذا هذا مثل هذا يحدث في الدول الدكتاتوريه الاستبدادية عمل قبيح الإنسان الحكيم لا يعمل ذلك الله سبحانه وتعالى بالنسبة للأنبياء ماذا يقول ويقول وكلا فضلنا على العالمين الأنبياء في زمانهم أفضل أهل الزمان أفضل أهل الزمان يعني أي نبي في أي زمان المرسلين ومن ارسل اليهم المرسلين الانبياء افضل من الذين ارسلوا اليهم وهكذا بالنسبه للائمه الله سبحانه وتعالى اختار عليا عليه السلام اميرا للمؤمنين واماما بعد ان فضله على سائر الصحابه من حيث العلم ومن حيث العصمه ومن حيث التقوى ومن كل جهه فلذا يجي واحد اخر علمه اقل من امير المؤمنين علي عليه السلام سابقته اضعف فضائله اقل او ليست له فضائل اصلا هذا يجي يحكم على علي هذا قبيح يعني قبيح شرعا قبيح عقلا زين فاذا الامام الصادق في زمانه يكون خير البريه يعني مره تقول هذا من خير البريه هذا من التبعيض يعني احدهم هذا لا دلاله له واضحه ان ذكرنا ان خير البريه يشمل الائمه ويشمل اتباع الائمه لكن بدون من هذا خير البرية معناه أنه بعد الإمام الباقر يكون هو الإمام هذه أيضا من جملة الأحاديث التي تدل على أو تشير إلى إمامة الإمام الصادق من جملة الأحاديث وهو أحد الحديث السابع من أحاديث هذا الباب عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن القائم عليه السلام فضرب بيده على أبي عبد الله فقال هذا والله قائم آل محمد قال عن بس فلما قبض أبو جعفر دخلت على أبي عبد الله فأخبرته بذلك فقال صدق جابر يعني راوي الحديث ثم قال لعلكم ترون أن ليس كل إمام هو القائم بعد الامام الذي كان قبله القائم يعني القائم بالامر فهو يشمل كل الائمه جميع الائمه قاموا بامر الله سبحانه وتعالى وليس هو بخصوص القيام بالسيف القيام بالسيف هذا مصداق من مصادق القائم بأمر الله يعني الله سبحانه وتعالى أمر أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام لينهض لما بايعه الناس بعد عثمان فقام بأمر الله لأن الله أمره بأن ينهض فلما نهضته بالأمر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في زمان يزيد قام بالسيف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سيقوم بالسيف هذا القيام مصداق من مصادق القيام يعني يقوم بأمر الله ينفذ أمر الله يعني الله سبحانه وتعالى إذا أمره بأن يكف يده لا يقاتل فامتثال أمر الله في عدم الـ قتال بالسيف هو ايضا قيام بامر الله، لان الله سبحانه وتعالى كما يامر بالجهاد احيانا يامر بالصبر احيانا. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه، الرسول في مكه الله سبحانه وتعالى لم ياذن له بالجهاد بالسيف. فهل الرسول صلى الله عليه واله كان قائما بامر الله؟ الجواب نعم، لان الله سبحانه وتعالى امره بالتبليغ. فقام بهذه المهمة وأمره بأوامر أخرى قام بها حينما كان في المدينة الله أمره بالجهاد حينما كان يجاهد كان يقوم بأمر الله حينما صالح المشركين في الحديبية كان قياما بأمر الله وهكذا وهل مجر فجميع الأئمة قائمون بأمر الله نعم الذي يقوم بالسيف أو الذي قام بالسيف بعض الأئمة لا كلهم أمير المؤمنين قام بالسيف الإمام الحسن في بداية أمره قام بالسيف الإمام الحسين في آخر حياته قام بالسيف لذا الرسول صلى الله عليه وآله قال الحسن والحسين إمامان إن قام أو قعد من الإمام زين العابدين إلى الإمام العسكري عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أمرهم بعدم القيام بالسيف لكنهم قاموا بسائر أوامر الله سبحانه وتعالى أمره بنشر العلم قام بهذا الأمر أمره بالتبليغ قام بهذا الأمر وهكذا وأهل جرا والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الآن الله سبحانه وتعالى أمره بأن لا يقوم بالسيف لذا الإمام الآن منتظر من إمامته لحد الان لم يقم بالسيف لان الله امره بذلك واحد يجي يسال الامام المهدي ليش ما يظهر ما يشوف هالظلوم ما يشوف هالمشاكل هال... الموجوده في العالم الجواب ان الامام المهدي عبد لله يطيع الله الله سبحانه وتعالى امره بان يغيب فغاب امره بان يرعى يرعى أمره بأوامر أخرى ينفذها ينتظر إذن الله سبحانه وتعالى لكي يظهر كما أن الرسول صلى الله عليه وآله والمسلمون الله في مكة أمرهم بالكف وفي بداية المدينة أمرهم بالكف امتثلوا أمر الله ثم أمرهم وأذن لهم بالقتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فقام رسول الله في بدر. هكذا الإمام المهدي. أنت ما توجه السؤال للإمام المهدي، توجه السؤال لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى ما يشوف هذا الظلم اللي موجود في العالم؟ ليش يشوف؟ لكن الله بحكمته أمهل الظالمين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، فجميع الائمه قائمون بامر الله، لكن القيام بمعنى القيام بالسيف، الله امر بذلك بعض الائمه، لا كلهم، نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا علما ومعرفه بهم، هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين. yeah <laughs>